ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم موجودين في مركز محمد بن راشد للفضاء، ونتعرف على رائدة الفضاء الإماراتية نورة المطروشي. تعالوا معي نسأل نورة أسئلة شيقة. مرحبا بك رائدة الفضاء نورة المطروشي، خبرينا عن نفسك أكثر. اسمي نورة المطروشي، رائدة فضاء إماراتية في مركز محمد بن راشد للفضاء. ليش قررتي إنك تكوني رائدة فضاء؟ يوم كان عمري 5 سنين تقريبا، يوم كنت في الروضة أو المدرسة كانت تعلمنا عن كوكب الأرض، عن القمر، الكواكب اللي موجودة في مجموعتنا الشمسية، وقالت حقنا إن بتودينا رحلة لسطح القمر. خلتنا نجهز معدات، سوينا خوذة وشنطة لرواد الفضاء، ويابت لنا خيمة على شكل صاروخ، خلتنا ندش، سكرت الليتات وحولت الصف لسطح القمر. عقب ما طلعنا من الخيمة قعدنا نستكشف الصف كأنه هو سطح القمر. ومن هذاك اليوم أنا قررت إن شاء الله في المستقبل راح استوي رائدة فضاء وبروح القمر. شو الشيء اللي متحمست له في رحلتك للفضاء؟ طبعا في مهمة معالي الدكتور سلطان نيادي، يوم راح محطة الفضاء الدولية استخدمه سهيل، فسهيل كان مؤشر انعدام الجاذبية عندهم، فأنا متحمسة لرحلتي يوم أروح عشان أشوف مؤشر انعدام الجاذبية وهو يطير في الكبسولة. شو هي محطة الفضاء الدولية؟ محطة الفضاء الدولية عبارة عن قمر صناعي ضخم يلف حوالين الأرض على ارتفاع 400 كيلومتر بسرعة 28,000 كيلومتر في الساعة. الحين الشيء المميز في هذا القمر الصناعي إن في جزء منه موجود لعيش رواد الفضاء عشان يعيشون هناك ويسوون التجارب العلمية ويراقبون الأرض. شو أول شيء بتسوينه لما توصلين للفضاء؟ في محطة الفضاء الدولية في جزء منها اسمه الكوبلة أو القبة، عبارة عن جامات كلها تقدر تروح فيها وتشوف الأرض. أنا إن شاء الله أول ما بروح هذا أول مكان بسير له عشان أشوف الأرض من هذه النقطة، عشان أشوف الأرض من زاوية مختلفة. شو الأكل اللي تأكلونه في الفضاء؟ لازم الأكل اللي يشلونه وياهم رواد الفضاء يكون بأحجام صغيرة إنه يقدرون يدخلونه في حلجهم ويأكلونه سيدة، أو يكون نفس المعجون عشان ما تطيح منه قطع صغيرة وتطير كل مكان. شو هي المشاريع القادمة اللي قاعدين تعملون عليها الحين؟ دولة الإمارات بتشتغل على محطة الفضاء القمرية Gateway اللي بتكون تلف حوالين القمر، وإن شاء الله عن طريق هذا البرنامج بنرسل رواد فضاء إماراتيين إلى القمر. شكراً لك رائدة الفضاء نورة المطروشي على هذه المعلومات الرائعة والممتعة.